مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال مقتحمين.